الإطار يحدد شروط وآليات اختيار رئيس الحكومة، فهل يحسم البرلمان عقدتي رئاسة الجمهورية والوزراء؟ الأزمة حول رئاسة الجمهورية تعمق الشرخ في البيت الكردي، فهل تنجح المبادرات السياسية بإنهاء الانسداد؟ حياكم الله مشاهدينا وأهلا بكم في حصادنا لهذه الليلة، حيث تعاظمت الأزمات داخل العراق وتراكمت الكثير من المشاكل، ولم يتمكن رئيس وزراء ولا رئيس برلمان ولا قضاء ولا وزارات ولا أحزاب ولا تظاهرات الشعب ولا سعى القوى الوطنية من أن تجد الحلول الناجعة والناجحة للعملية السياسية، وبالتالي وضع البلد في حال لا يرضي الله والشعب. فكلما تجرى انتخابات ويشكل مجلس نواب ويتم تعيين رئيس وزراء وكابينة، عادة ما تولد ناقصة ورئيس جمهورية بصعوبة بالغة. مقابل هذا يتأمل العراقيون خيرا ولو بالوهم والتمنيات، لكن سرعان ما تبدأ المشاكل والتعقيدات حتى تبدأ مرحلة من الاضطرابات والقلق منذ 2003 حتى اليوم. فهل يحسم البرلمان عقدتي رئاسة الجمهورية والوزراء لانتخابات 2021؟ إلى الجانب الآخر مشاهدينا، تصاعدت حدة الخطاب بين الحزبين الكرديين الرئيسيين الديمقراطي والاتحاد في ذروة صراعهما المحتدم على منصب رئاسة الجمهورية، وفي ظل تبادل الاتهامات بين قادة ونواب من الحزبين والمحاذير من ممارسة سياسة لي الأذرع والخيانة والاستقواء بطرف خارجي. إذن مشاهدينا، في حصادنا لهذه الليلة نناقش كل هذه المعطيات مع ضيوفنا الأكارم، ونرجو أن تبقوا معنا. إذن مشاهدينا، أكد النائب عن الإطار التنسيقي عارف الحمامي أن الإطار التنسيقي وضع آليات محكمة وواضحة لاختيار رئيس الوزراء، وقال أن هناك أكثر من مرشح داخل الإطار لمنصب رئيس الوزراء، وأشار إلى أن الأسماء ستعرض على الهيئة العامة للإطار المتكونة من أعضاء مجلس النواب التابعين للإطار الشيعي لاختيار اسم معين. تقرير نهى الشمري. ربما يكون أسبوع الحسم بانتهاء العطلة البرلمانية، ابتدأت أولى جلساته للمناقشة والمداولة بشأن اختيار شخصية رئيس الجمهورية، وما تمخض عن الجلسة المنعقدة هو كل ما يتعلق بالمرحلة الحالية التي ترسم لوحة قابل الأيام بتشكيل الحكومة وتضع النقاط على الحروف في جولات الجلسات الأخيرة. فباجتماع مغلق استأنفت رئاسة البرلمان جلستها مع رؤساء الكتل النيابية، إذ ركز على آلية توزيع النواب البدلاء عن الكتلة الصدرية، فيما دعا رئيس مجلس النواب إلى حسم الخلافات المتعلقة بشأن رئاسة الجمهورية، بالوقت الذي يؤكد الإطار الشيعي على إنهاء مفاوضاته باختيار مرشح رئاسة الوزراء استعدادا لإعلان تلك الشخصية في الجلسات المقبلة. فأزمة رئاسة الجمهورية التي ما زالت الأحزاب تراوح في مكانها قد تضع المصاعب والعوائق في الجلسات المنعقدة بالأيام المقبلة. وبحسب المعلومات المتداولة أن الأحزاب الكردستانية طلبت إرجاء الجلسة المقرر عقدها بشأن رئاسة الجمهورية إلى وقت آخر من أجل إكمال المشاورات بينهما. وفي حال لم يتفق الكرد على مرشح واحد، قد تعود المشاهد في ذاكرة المواطن إلى عام 2018، في حين توالت الترجيحات في هذا الشأن بدخول الأكراد إلى البرلمان متشظين. في وقتها التصويت هو الملجأ الأخير لإنهاء هذا الملف. نهى الشمري، الأيام الفضائية. We'll be right back.
أهلا بكم مرة أخرى مشاهدينا، والحديث أكثر عن هذا الملف والموضوع نرحب بضيوفنا الكرام في الاستوديو، المحلل السياسي جاسم الموسوي. أهلا بك سيد جاسم، ضيفا كريما، وكذلك الترحيب بضيفنا الكريم مباشرة بالصوت والصورة من بغداد، الباحث بالشأن السياسي الدكتور محمد نعناع. أهلا بكم دكتور. أهلا وسهلا. نبدأ معك سيد جاسم، يبدو أن الكلام أصبح على المكشوف وبكل صراحة، والنيات المضمرة بدأت تظهر للعلن بشكل مكشوف جدا، لكن هل هذا سيعقد المشهد أكثر مما هو معقد؟ بالبدء بسم الله الرحمن الرحيم، تحية لحضرتك إلى أخي وصديقي أستاذ محمد نعناع وإلى مشاهدي قناتكم الكريمة. حياك. يعني أولا عوامل لعبت دور كبير جدا لأن تكشف الأوراق في، دعني أسميها المحطة الأخيرة، وهي المحطة التي لابد لهذه الوجوه السياسية مهما كان ظاهرها وفعلها أن تتكشف كثير من الأوراق. العامل الأول أو العامل الأول من هذه العوامل هو نتائج الانتخابات التي أفرزت نتائج متفاوتة، جزء منها جرفت قوى سياسية وجزء منها جردت قوى سياسية. لا. وعندما اجتمعت القوى التي اعتقدت أن هناك تجريف وتزوير اجتمعت برؤوس متعددة وربما رؤى مختلفة ولكنها متفقة على أن أهمية المكون تحديدا هي الأهم وهي ضرورة ولا بد أن يكون العمل من أجلها. بالمقابل الذين يعني فازوا في الانتخابات بأي وسيلة من الوسائل مهما كانت، سواء تزوير أو صحة انتخابات، أيضا جاءوا بفلسفة أخرى متغايرة مختلفة. جزء من هذه الاختلافات أحدثت انقسامات كان غير متوقعة. على سبيل المثال نتحدث عن البيت الكردي. البيت الكردي متفق عليه معادلة أن يكون رئيس الإقليم من الديمقراطية ورئيس الجمهورية في بغداد من الاتحاد. طبعا كان اختلال 2018 أيضا كان هناك خلافات. نعم. الآن بدأ اللعب على المكشوف، خلص هناك إصرار من الاتحاد وإصرار من الديمقراطي. في الإطار هناك إصرار على تسمية رئيس الوزراء بين هذه القوى السياسية والمناصب الأخرى. هناك أيضا قوى سنية لها يعني طموح في وزارات معينة، وبات واضحا هي معادلة إما أن نصنع حكومة أو لا نصنع دولة، وهذا مهم جدا. يعني لم تعد أو لم يعد هامش يعني المساحة يسمح للقوى السياسية بأن تتمتع بالتبطر السياسي أو البطر السياسي، بمعنى أنها قد تفاوض وقد لا تفاوض، وقد تهمش ولا تهمش، وقد تأتي بتحالفات ولا تأتي بتحالفات. لكن الأغرب في هذه المعادلة هو اختبارين. الأول أن قوى الإطار على سبيل المثال هي مخيرة بين الحليف والملتحق بها. الحليف الاتحاد، الملتحق بها الديمقراطي، الحليف جزء من القوى السنية، الملتحق بها القوى الأكبر السنية. فبالتالي عملية خلق توازن أو بالانس بين الحليف والملتحق عملية صعبة. لكن الموضوع حاليا يمكن أكو وساطات من الإطار والقوى الشيعية، لكن متروك الأمر أولا وأخيرا للقوى الكردية حتى تتوافق، مجرد دفع سياسي. دعني أنتقل إليك دكتور محمد، أهلا بك مرة ثانية. الضرب أصبح يعني اليوم تحت الحزام السياسي، لكن هذا ألا ينذر بمخاطر؟ مساء الخير، شكرا جزيلا، تحياتي لحضرتك استاذ بشار وللسيد الموسوي ولجميع المشاهدين الاعزاء. حياكم. نعم بالتاكيد هذا امر واضح جدا لجميع من يتابع الحاله العراقيه، وصلت الى مآلات يعني خطيره. رغم انه توجد يعني عواقب يعني خطيره او يوجد مخاطر وتحديات تحيط بمجمل العمليه السياسيه الحاله العراقيه بمجموعها، ولكن يوجد من يستطيع أن يعمل كنترول على هذا الوضع ولا يجعله ينزلق إلى حالة لا سامح الله اقتتال أو غيره. هذا يعني نستبعده حاليا. قوى الدولة يعني المؤسسات الدولة ناشطة، وليس هنالك رغبة من الفرقاء السياسيين والشركاء السياسيين هم في نفس الوقت التفريط بالحالة العراقية والذهاب بمآلات أخطر مما هو الآن. لا، يجري لملمة الموضوع. صحيح هنالك بعض الأطراف التي تلعب على
موضوع الفتنة وموضوع تجزئة الكتل وتخريب الوضع بشكل عام، ولكن في الجانب الآخر وموازاة ذلك يوجد عمل حريص جدا على عدم الانزلاق إلى عواقب خطيرة. الآن طيب. أن يصبح الوضع على المكشوف هذا شيء جيد، لا أتفق مع يعني توصيف حضرتك ضرب تحت الحزام أو غيره من هذا النوع، لا هنالك يعني أحداث يعني تفضح وتتكشف وتتبين بين كل الأطراف السياسية طيب. والبعض يعني كل الأطراف هي مشتركة في هذا الانكشاف، يعني في هذا الوضوح اللي يجري ولربما نفصله الآن. فجيد أنه يكون هناك انكشاف ويكون هنالك وضوح ما دون أن ينزلق الوضع إلى العنف، لكن طيب. لكن هناك بيانات اليوم دكتور، هذا شيء جيد. إذا كان هناك بيانات من أطراف سياسية وبها نوع من التهديد واضح أو مبطن، ما راح تكون تبعاتها سلبية على العلاقات ما بين الأطراف السياسية خصوصا الشيعية؟ الآن توجد أكبر أزمة ثقة بين الأطراف الشيعية لا. ونحن حاولنا يعني كثيرا أن نغادر هذه التسميات، ولكن عادت الاستقطابات مرة أخرى وأيضا من أطراف متعددة وليس طرفا آخر. صحيح الآن مثلا الإطار التنسيقي هو الأبرز يسمي نفسه حتى الإطار الشيعي، ولكن هنالك بالمقابلة أيضا استقطابات طائفية وأيضا بمسميات لقضية المكون وغيرها بأغطية متعددة. لكن الآن إذا تلاحظ بأنه كل الأطراف يعني تتفلت منها بعض المواقف، بعض التهديدات، بعض سد البيبان بوجه بعضها البعض، ولكن يوجد أمرين يدعوان إلى أن تهدأ الأمور. الأول هو تشكيل الحكومة حتى يعني تتقاسم هذه الأطراف مناصبها، تتقاسم حصصها، تتقاسم مسؤولياتها، وهذا يعني هو أمر يدفع باتجاه تهدئة الأمور. الأمر الآخر، هنالك محيط مهيئ إلى أن يدعم الحالة العراقية، فالعراقيون لا يمكن أن يفرطوا بهذا القبول الدولي والإقليمي حاليا الذي يجري، ومن الممكن أن يعكس إيجابيا على ملفات لم تنجح بها الحكومة العراقية والأطراف السياسية العراقية أو الطبقة العراقية، مثلا مجال الطاقة، مجال الاقتصاد، مجال العلاقات الدولية. اليوم العراق مقبول أكثر من أي وقت آخر وهذا ينعكس إيجابيا. أنا فقط أوضح مسألة أستاذ بشار وهذا مهم جدا. الآن هذا الانكشاف الذي يجري والوضوح ووصف الأمور بأوصافها هذا شيء جيد وليس شيء يعني غير صحيح. حاليا يعني كل دول العالم تضع خلافاتها على الطاولة وتتفق عليها، ولربما هذا تمهيد لوضع كل الخلافات وكل الملفات والمسائل على الطاولة، ويجب أن نشجعه ما عدا أن يعني يكون أمر فتنوي أو ينزلق إلى العدائية. طيب. شوف مثلا المسار الحالي لتشكيل الحكومة، نفس الأسباب التي فشل بها مشروع الأغلبية الوطنية الآن يفشل مشروع التوافق أو مشروع الإطار التنسيقي لجمع الأطراف، نفس الأسباب هي. فلذلك سوف تأتي اللحظة التي يلتئمون فيها ويعبرون عن وجهة نظر واحدة. طيب سيد جاسم، أكو بالمقابل معطيات إيجابية داخل الاجتماعات اللي تجريها الكتل السياسية أو تحديدا القوى الشيعية في الإطار الشيعي ممكن أن تسفر عن إنتاج حكومة؟ وهل هناك ملامح لحكومة قد تكون قريبة كما أعلنت قوى الإطار الشيعي؟ وهذا يمكن ما جعل السيد مقتدى الصدر يتحرك ببيان لعرقلة هذه الحكومة؟ لا، هو أساسا بالسابق كان تشكل الحكومات ربما بتوقيتات زمنية تختلف عما آلت إليه الحالة السياسية العراقية لوجود يعني عوامل متعددة. أهم هذه العوامل كان هناك استقطاب مذهبي أدى إلى أو قومي أدى إلى أن يتوحد الكرد حتى وإن كانت لديهم خلافات على سبيل المثال، أو يتوحد الشيعة حتى وإن كانت لديهم خلافات، يتوحد السنة حتى. أنا أعتقد بمرور يعني بمرور العامل الزمني وتغير التحالفات كان هناك يعني تفكك، ولكن فيه إيجابية. بمعنى لا أستطيع أن أقول أن هذا التفكك أو هذا الانقسام يؤدي إلى معادلة صفرية يعني كسر احدهم للاخر، بقدر ما اعتقد تسميه تفكك لو اصح اختلاف، وربما لا الاختلاف انتج لنا مشاريع سياسيه متنوعه. لا تفكك مثلا الكرد على سبيل المثال الديمقراطي والاتحاد
لم يختلفا بفترة زمنية كما يختلفان الآن على قاسم مشترك هو معروف لديهما بعرف سياسي أن بالنسبة للأكراد، لكن تحديدا القوى الشيعية هناك اليوم يعني توجسات من 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 الحرب الكلامية، تهديدات مبطنة. شوف الملف الكردي راح نناقشه بعد قليل، ملفنا الآخر البيت الشيعي. هو أكثر البيئات الاجتماعية والسياسية المستهدفة سواء من الداخل ومن الخارج لسببين. الأول لإمكانية البقاء على قمة إدارة الدولة العراقية وهو رئاسة الوزراء وهو استحقاق شيعي، والثاني عوامل المنطقة للأسف الشديد التي لعبت دور كبير جدا في الطائفية السياسية وحاربت وحاولت أن تخترق يعني البيت الشيعي. الآن هناك سيناريوهات متعددة أو ملفات متعددة أريد لها أن تصل إلى حرب شيعية شيعية. آخر السيناريوهات الآن هذا التسجيل الذي أنا أعتقد مؤلم ومؤسف جدا، وهو أيضا محاولة من محاولات الفتنة سواء كان بخطيئة ارتكبها من كان لديه هذه التسجيلات أو من حقيقة صدر هذه التسجيلات أراد من خلالها فتنة. السؤال الأهم جدا هو هل ستتمكن القوى الشيعية من أن تعض على الأصبع في حالات صعبة جدا وأن تمضي لتشكيل حكومة عراقية هي بأمس الحاجة أن تكون حاجة وضرورة للحالة العراقية، حاجة أن تكون هناك حكومة مهمة جدا مدعومة من قبل القوى السياسية الشيعية أولا، ثانيا ضرورة هو حاجة الشارع العراقي لأن يشاهد حكومة، هذه الحكومة تكون اقتصادية تؤدي خدمات تعين الفقراء البنى التحتية الطاقة وكل ما يتعلق بالعراق. لذلك أنا أقول هناك بصيص أمل، لأنني لا يمكن أن أقول اليوم أن خلص ما دام وصلنا إلى هذه الفتنة التي تحاول حقيقة أن تمزق البيت الشيعي خلص لن يتفق الإطار سيختلفون مع أخوانهم في التيار، لا أعتقد ذلك، لأنني أعول وشخصيا أنا شخصيا أن الأطراف التي يحاول البعض أن يضربها ببعضها الآخر عاقلة ومتفهمة أن ضرورة العض على الأصبع والتفاهم والحوار وتحمل الآخر هو الرابح الأفضل لهذه القوة، وأن الاندفاع باتجاه الصدام سيكون الخاسر الأكبر هي البيئة الشيعية، التحالف الشيعي، البيت الشيعي تحديدا، وهذا لن يصب في مصلحة الشيعة. خسارة الشيعة أن يختلفوا، ربح الشيعة أن يتفقوا ولو بجزئيات. لكن حتى اليوم سيد جاسم الشيعة مختلفون. أعود لك دكتور محمد، ممكن حل هذه الأزمة وترضية الكثير من الأطراف المختلفة حاليا خصوصا الأطراف الشيعية بالاتفاق على شخصية مرضية، شخصية لرئاسة الوزراء ورئاسة الحكومة؟ شوف أنا بدي أوضح مسألة مهمة أيضا أستاذ بشار وبعد إذن أيضا السيد الموسوي، يعني يجب أن لا نخلط بين الخلافات الشخصية والإلغائية اللي كل واحد كل طرف يريد يلغي الآخر أو يريد يستقطب براسه مثل ما يسمون وعذرا لهذا، لكن هو أكثر وصفا للواقع. الأطراف الشيعية هكذا خلافاتها يعني من هذا النوع، يعني إلغائية وصعود طرف على حساب طرف آخر، يعني لا علاقة لها بمصلحة ما يسمى المكون مثلا، لا علاقة لها بمصلحة الطائفة، مصلحة الجمهور الشيعي، لا هم كلهم لم يقدموا ما تريد المنطقة الشيعية، منطقة الوسط والجنوب، الفرات الأوساط الجنوب، مناطق يعني متشرذمة اجتماعيا خدميا. فهؤلاء يعني هم لم يزاحموا أنفسهم من أجل خدمة المكون، وإنما يتعاركون فيما بينهم، يتصارعون فيما بينهم من أجل مصالحهم. لكن ممكن أن يجر الشارع إلى هكذا صراع اللي هو أصلا كما وصفت بصراع شخصي جماهيرهم فقط، وإلا يوجد أولا وعي يترس الحالة، يكون كمتراس وساتر عن الانزلاق الكبير والواسع. والقضية الثانية هنالك أيضا أطراف قوى أخرى، يعني وصفهم السيد الموسى، وأكو أطراف عاقلة وتوجد مرجعية أيضا، كل هذا يعني محفزات على أنه لا نذهب باتجاه صراع واسع وكبير، وإنما بين جمهور هذه الأطراف وحتى بدون رأي قياداتها بالمناسبة، يعني توجد مؤشرات على هذا النوع. فهذا أولا، هذا خلاف لا علاقة له بتشكيل الحكومة، يعني هؤلاء الآن يعني اللي صار بيناتهم مشكلة الآن مثلا المالكي والصدر،
يعني ممكن ان يعزلوا كليهما عن تشكيل الحكومه، يعني لا ما عندنا نص مقدس الا يعني الصدر والمالك في حال يعني وجد مرشح دكتور غير مستفز من قبل قوى الاطار، غير مستفز للتيار الصدري، ممكن ان تمضي الحكومه او تمضي قوى الاطار بتشكيل الحكومه بسلاسه؟ نعم، هذا احد المحفزات والمغازلات التي يسعى الصدر الى ان يغازله الطرف الآخر بها، بأنه برنامج ومسار الحكومة يكون مسارا يرتضيه هو، لأنه يعني يعتبر نفسه بأنه أخذ كتلة كبيرة وتنازل ولديه جمهور كان ينتظر منه أن يدخل بالحكومة وأن يحصلوا على يعني مناصب ومغانم وحصص في هذه الحكومة، وقد ذهبوا للانتخابات وقووا العملية السياسية، فالآن هو خارج البرلمان ولربما حتى خارج السلطة، فعلى الأقل يقدم له يعني ما يسهل الأمور، وهو مسار سياسي لتشكيل الحكومة يرتضيه، ومرشح مقبول أو مسؤول أيضا يرتضيه، وهذا ليس بالضرورة يعني مثلا هذا قياس ثابت يعني على الحالات القادمة أن كل شيء لابد أن يرضى عنه الصدر حتى يكون، لا، لكن الآن الحالة تختلف، الآن الحالة تختلف، بالجولات المقبلة قد تتغير هذه المواصفات وقد تتغير هذه الأمور. أريد أن أقول بأنه يعني هذه الخلافات الحادثة الآن، الخلافات الشيعية يجب أن تعزل، يعني تعزل على جهة وتحل بطاولة مستقلة عن طاولة تشكيل الحكومة، لأنه من دكتور هي الخلاف حاليا على رئاسة هذه الحكومة، على شخصية من يتولى رئاسة الحكومة. أعود لك سيد جاسم، برأيك قوى الإطار الشيعي شلون راح تتعامل مع موقف السيد مقتدى ببيانه أو تغريدته الأخيرة، ويمكن حل هذه الأزمة بمرشح من الفتح باعتبار السيد عنده فيتو يمكن على شخصية السيد المالكي على حزب الدعوة، لكن مرشح من الفتح ممكن أن يحل هذه الأزمة؟ لا، هي شوف، خمس أركان لها دور كبير بأن تقبل أو ترفض رئيس الوزراء أو أن تضع فيتو على رئيس الوزراء. نعم. الركن الأول هو القوى السياسية الشيعية بالداخل مع بعض، يعني الإطار، الآن نتحدث الإطار، يرشح رئيس الوزراء. الركن الثاني هو ركن المرجعية، يجب أن يكون رئيس الوزراء يطمئن المرجعية على أن إدارة الدولة العراقية ستكون إدارة أمن واستقرار، يعني لا كما حصل سابقا. والركن الثالث هو الركن الأمريكي الذي بكل تأكيد يراقب من يكون رئيسا للوزراء وما هو البرنامج الحكومي. والركن الرابع الركن الإيراني. الآن لدينا ركن مهم جدا هو سماحة السيد مقتدى الصدر. ركن مهم، وهو جواب على سؤالك، هو أن يتمكن الإطار كما أشار دكتور محمد من أن يرسل رسائل للسيد الصدر على أن المرشح لرئاسة الوزراء لن يكون استفزازيا، وقد يكون ليس من الفتح بالضروري، قد يكون شخصية مستقلة أكاديمية لها باع تدير، يعني يتوافق عليها الجميع، وشرط من شروط رئاسة الوزراء هو أن يدعم رئيس الوزراء، لا أن تأتي كما الحالة لمصطفى الكاظمي. طيب، جاء قوى الإطار من خلال السداد أن تتعاطى مع هذا المبدأ الذي تتحدث به لحل هذه الأزمة؟ طبعاً. وإذا تعاملت على هذا الأساس ما راح يكون ربما انتحار سياسي باعتبار كل هذه القوى شيعية وقوى عريقة وكبيرة كالدعوة وغيرها من القوى والبدر وغيرهم، أنه رهنت موقفها بخصوم سياسيين بحزب سياسي أو جهة سياسية أخرى لإرادة السيد الصدر أو التيار الصدري؟ لا، هي تجربة ما بعد التظاهرات التي حصلت على السيد عادل عبد المهدي والمؤسفة جدا. أنا باعتقادي أنتجت السيد مصطفى الكاظم الذي كان قد فرض على الواقع السياسي العراقي وجاء عن طريق السداد. الآن لا، هناك قيادات فضلت أنت بالإطار، لديها باع سياسي، لديها أرقام مهمة، ولكنها الآن تحمل المسؤولية الأبوية في إدارة البلد، بالتالي هي تراعي الجزء المهم أيضا وهو الجزء الصدري، سواء بقيمة نتائج الانتخابات أو بقيمة التأثير الاجتماعي بالشارع العراقي، وهي تعتقد أنه جزء لا يتجزأ من الجمهور الشيعي، وبالتالي إنتاج رئيس وزراء أو إخراج اسم رئيس الوزراء يكون الركن الخامس المهم، هو سماحة السيد الصدر.
غير مستفزه للسيد الصدر، انا باعتقادي سيسهل عمليه دعم الحكومه ولربما الى عمر الحكومه، لان هناك رهانات كثيره تقول ان هذه الحكومه وان تشكلت لن يكون لها عمرا طويل، وان تشكلت فعليها ان تذهب الى انتخابات، وان تشكلت على البرلمان ان يحل نفسه وان نذهب الى انتخابات، لان هناك ثلمه كبيره جدا في شرعيتين مهمتين، شرعيه الوجود وشرعيه الانجاز غائبه عن التفاعل السياسي سواء على مستوى الشيعة أو الأكراد أو السنة. نعم. طيب دعنا ننتقل إلى ملفنا الآخر والخلاف والأزمة حول الرئاسة الجمهورية ونتابع في أبرز ما جاء في هذا الملف. الأزمة حول رئاسة الجمهورية تعمق الشرخ في البيت الكردي، فهل تنجح المبادرات السياسية بإنهاء الانسداد؟ إذن مشاهدينا، ما يزال الإطار التنسيقي للقوى الشيعية يعول على اتفاق كردي كردي لحل عقدة منصب رئاسة الجمهورية، وكشف نواب من الحزبين الديمقراطي والوطني عن استمرار تمسك كلا الطرفين بمرشحه لمنصب رئيس الجمهورية، وكذلك تتحاشى ذات الأطراف خيار تكرار سيناريو 2018 خشية خسارة مرشحيهما لتولي هذا المنصب. فنتابع. اجتماعات وحوارات للكتل السياسية المنضوية في البرلمان لمناقشة الحلول اللازمة لحالة الانسداد المستمرة منذ تشرين الأول من العام الماضي، بدعوة وجهها الإطار التنسيقي للإسراع بتقديم مرشح كردي واحد لمنصب رئاسة الجمهورية، وذلك لفسح المجال أمام الكتل الشيعية لطرح المرشح النهائي لمنصب رئاسة الوزراء. لكن على ما يبدو أن البيت الكردي لم يحسم مشاوراته ومباحثاته إزاء هذا الملف، فالحزبان الكرديان الديمقراطي والوطني لا زالا متمسكين بمرشحيهما للمنصب، وفي الوقت نفسه تخشى ذات الكتل من تكرار سيناريو 2018، وهو الرضوخ للأمر الواقع وتمرير مرشح أحد هذه الأطراف. ويأتي هذا الحراك بعد أيام من دعوة الإطار التنسيقي مجلس النواب لعقد جلسة انتخاب رئيس الجمهورية خلال هذا الأسبوع لغرض إكمال الاستحقاقات الدستورية، مع تجديد مطالبته الأطراف الكردية بتكثيف حواراتها والاتفاق على شخص رئيس الجمهورية أو آلية اختياره، في وقت تواصل الأطراف الكردية المتمثلة بالحزبين الديمقراطي والوطني قطيعتها إزاء هذا الملف. وكان مجلس النواب قد أخفق ثلاث مرات على التوالي في عقد جلسة لانتخاب رئيس جمهورية جديد للبلاد بسبب عدم اكتمال النصب القانوني، إذ لم يحضر جلسة البرلمان سوى 200 نائب، بينما يتطلب انتخاب الرئيس تصويت ثلثي أعضاء البرلمان، أي 220 نائبا على الأقل من أصل 329. ولا زال الإطار التنسيقي للقوى الشيعية يعول على اتفاق كردي كردي لحل عقدة منصب رئاسة الجمهورية، والذي بدوره سيعجل بتعيين رئيس لمجلس الوزراء وتشكيل حكومة جديدة. أهلا بكم مرة أخرى مشاهدينا، والحديث أكثر عن تفاصيل الملف الثاني من الحصاد نرحب مرة أخرى بضيفنا الكرام في الاستوديو المحلل السياسي الأستاذ جاسم الموسوي، وكذلك عبر صوت وصورة من بغداد الباحث بالشأن السياسي الدكتور محمد نعناع. أهلا بك دكتور محمد مرة أخرى وبالسيد جاسم. ونبدأ معك دكتور محمد، مع اقتراب موعد عقد جلسة التصويت على منصب رئيس الجمهورية، برأيك هل سيتم حسم الخلاف على المرشح قبيل عقد الجلسة؟ الإطار التنسيقي يتحدث عن أن هنالك بوادر لحل هذه الأزمة، وهي تحديدا شخصية رئيس الجمهورية، ولكن يعني المؤشرات لا تدل على ذلك، لا تدل على أنه هنالك اتفاق. الأطراف الكردية أولا تفاوضت داخليا ولم تستطع أن تصل إلى نتيجة، ثم عكست الموجة مرة أخرى إلى الجهات الاتحادية أو الأطراف الوطنية الأخرى، وأيضا لم يكن هنالك أي نتائج. ونفس الدواعي والأسباب التي أفشلت
نصاب الثلثين لمشروع الأغلبية هي الآن تفشل أيضا مرة أخرى من الممكن نصاب الثلثين في الجلسة التي يدعو لها الإطار التنسيقي لثلاثة أسباب. السبب الأول هو عدم الاتفاق الكردي بأي شكل من الأشكال، سواء بالدخول المجيء بمرشحين مثل نسخة 2018 أو الاتفاق على مرشح واحد والاتفاق على مناصب الإقليم داخل الإقليم. هذا لم يتم لحد الآن اتفاق عليه بين الأطراف الكردية. المسألة الأخرى داخل الأطراف السنية، ما زالت يعني الأطراف السنية غير حاسمة لأمرها. الطرف اللي يمثل السنة داخل الإطار التنسيقي وهو عزم ما زال أقل من تحالف السيادة، يعني حتى لو خلال يومين الماضيين استقطب بشكل كلي جماعة أحمد الجبوري أبو مازن، أيضا ما زال الحلبوسي يعني متمنع عن اتفاق نهائي مع الإطار التنسيقي. هذا أمر. الأمر الآخر سوف يقلق وسوف يزعج كثيرا التيار الصدري، الكتلة الصدرية أو زعيم التيار الصدري نفسه مقتدى الصدر أن يسمي الإطار التنسيقي نفسه كقوة شيعية أنه الكتلة الأكبر، أو يسمي نفسه الإطار التنسيقي على مستوى الوطني هو الكتلة الأكبر، لأنه سوف يعاتبهم في مسألة أنه عزل صار للشيعة باختزالهم بجهة معينة كأن الكتلة الأكبر وعزل التيار الصدري، وايضا سوف يعاتبه مره اخرى على انه نحن ايضا قلنا نحن الكتله الاكبر وطنيا، يعني تحالف انقاذ وطن او التحالف الثلاثي، ولم ترضوا على هذا الامر واشعتم انه ضد المذهب وضد مصالح المكون وغيره، وانتم الان تمارسون نفس الشيء اذا اعتبرتم ان كل الاطار التنسيقي هو الكتله الاكبر. هذه ثلاثه امور: الكتله الاكبر، شخصيه الرئيس، وحسم استقطاب اطراف اخرى سنيه. هذه ايضا تواجه وتصدع رؤوس قاده الاطار التنسيقي حاليا، وبدون اتفاق عليها جلسه الثلثين يمكن يعني ما تعقد. طيب، ايضا نرحب بعضو الاتحاد الوطني الكردستاني السيد احمد الهركي، انضمنا مباشره عبر سكايب. اهلا بك سيد احمد، وبدايه اين وصلت مفاوضات بينكم وبين الديمقراطي؟ هل من بادر التوافق على مرشح واحد لرئاسه الجمهوريه؟ تحيه لحضرتك استاذ بشار والمشاهدين الكرام، ضيوف الكرام استاذ محمد واستاذ جاسم. الان يتواجد السيد فؤاد حسين عضو الوفد التفاوض الحزب الديمقراطي الكردستاني ووزير خارجيه العراق السليمانيه. هناك اجتماعات مهمه عقدت اليوم في السليمانيه، كانت هناك بوادر ايجابيه يعني على العكس التوقعات، هناك انباء تتحدث ولكنها السابق لاوانها. مثلا عقدت جوله من يعني داخل الاجتماع، ثم كانت هناك استراحه، وثم معاوده الاجتماع بين السيد فؤاد حسين والسيد باقر الجلال طرباني. هناك بوادر ايجابيه يعني ممكن التوصل الى حل، ولكن لا يزال الحديث سابق لاوانه، لان هناك اكثر من يعني نقدر نسميها الباكيج، يعني مثلا ان تكون رئاسه الجمهوريه للاتحاد الوطني الكردستاني ويتم الاتفاق على مرشح مقابل ان تذهب جميع الوزارات الحزب الديمقراطي الكردستاني، او العكس، يعني ربما الحزب الديمقراطي ايضا لديه حزمه ايضا من الاختيارات. لذلك هناك اجواء ايجابيه موجوده الان في اجتماع اليوم حسب التسريبات، ولكن لا تاكيد رسمي حتى الان، وبذلك يعني ربما نشهد متغيرات جديده. يعني الشعب الكردي، يعني مثلا لو تحدثنا حتى من الناحيه المنطقيه، ذهاب الكرد الى فريق واحد الى بغداد هذا سيعطينا نوع من القوه. طيب، عندما نتحدث مع اخوتنا الاخرين. طيب، الشركاء سيد احمد، ايضا الاخوه في الاطار مثلا هم يرغبون ان يكون البيت الكردي موحدا. هذا سيسهل موضوع تشكيل الحكومه والمضي بالاستحقاقات. طيب، انت ذكرت انه يتحدث الاطار او الاتحاد الوطني ويفاوض الديمقراطي مركز قوه، هو انه ضامن دعم الاطار الشيعي لترشيح والتصويت على مرشح الوطني لرئاسة الجمهورية، لكن هذا يقوي موقفكم. من جانب آخر، الديمقراطي يمكن أن يفاوض على أوراق تفاوضية أخرى كمناصب أخرى أو أمور أخرى، محافظ كركوك مثلا أو غيره. سيدي العزيز، ملفاتنا يعني مثلا ملفاتنا الخلافيه او المناصب التي يعني نتناقش معها مع الحزب الديمقراطي الكردستاني لا تقتصر ربما يعني مثلا على منصب رئاسه الجمهوريه، منصب رئاسه الجمهوريه لارتباطه للبعد الوطني، لذلك ربما الراي العام العراقي يسلط عليه الاضواء. نحن شركاء في حكومه اقليم كردستان، لدينا انتخابات قادمه في اقليم كردستان، الاتفاق على النظام الانتخابي، المشاركه في حكومه الاقليم، العلاقه بين الاقليم والمركز، ايضا ربما محافظ كركوك، ولكن هذا سابق لاوانه لانه يرتبط بمعادلات اخرى يعني مثلا تتعلق بالعراق حتى ربما اقليميا. هذا الحديث سابق لاوانه. الاقرب الان هو موضوع رئاسه الجمهوريه، لذلك ربما يعني
لو تحدثنا بنسبة وتناسب هناك بوادر إيجابية، ولكن لم تتبلور حتى الآن إلى اتفاق نهائي. وأيضا سيناريو عام 2018 غير مستبعد في حالة فشلت مفاوضات اليوم التي ربما تمتد، لأن هذه فرصة أخيرة للحزبين الكرديين، لأن نحن ماضين بالتوقيتات الدستورية. اليوم كان اجتماع السيد محمد الحلبوسي مع الكتل السياسية، هناك أنباء تتحدث عن اجتماع آخر يوم الخميس، ربما هذا الاجتماع سيحدد جلسة اختيار رئيس الجمهورية، وأيضا الأخوة في الإطار في تلك الفترة سيحسمون موضوع رئيس الوزراء. لذلك ربما نحن أمام يعني أيام حاسمة لتحديد ملامح المرحلة السياسية المقبلة في العراق. طيب سيد جاسم، أهلا بك مرة ثانية. ويبدو أن دعم الإطار الشيعي لمرشح الاتحاد الوطني الكردستاني واضح، راح يصوتون بجلسة البرلمان لصالح الوطني. بالمقابل هذا الموقف سيضعف موقف الديمقراطي وبارزاني. في هذه الحالة الديمقراطي ممكن أن يعرقل قضية اختيار رئيس الوزراء وتشكيل الحكومة؟ لا، هو أولا تحية للأستاذ أحمد أيضا من السليمانية. اولا ما قبل 2018 كان جميع الملفات السياسيه تنقل من بغداد الى اقليم كردستان، بمعنى الحل في اقليم كردستان. ما بعد 2018، ما بعد تغيير فلسفه من يدير رئاسه الجمهوريه في بغداد، من هو الاكثر حظوه في كركوك، اختلف الاتحاد والديمقراطي عندما زج الديمقراطي نفسه في صراع او في تنافس سياسي كان يفترض ان لا يحصل، وهو سيناريو 2018، فانتقلت ملفات اقليم كردستان الى بغداد. الان لنشاهد بغداد. بغداد في التحالف الثلاثي كان هناك حظوه للاتحاد مع التيار، مع السياده او السنه. الان نتحدث عن الاطار المتحالف مع الاتحاد في ظروف صعبه كانت، ووقف الاتحاد ووقف الإطار في مكان واحد ورفضوا أن تتشكل الأغلبية رغم كل المساعي على الاتحاد بأن يتفق مع الديمقراطي وأن تقترب وجهات النظر، وبالتالي يحصل انتخاب رئيس الجمهورية ثم تسوية رئيس الحكومة. بكل تأكيد الديمقراطي يعرف ويعلم، بل على يقين، إذا ما جرى سيناريو 2018 الإطار لا يمكن إلا أن يصوت إلى الاتحاد. هل يتمكن الديمقراطي في عدد مقاعده من أن يعرقل تسمية رئيس الوزراء؟ لم يعد الديمقراطي بمفرده يستطيع أن يلعب بيضة القبان كما كان يلعبها الكرد عندما كانوا مجتمعين. لذلك ربما هذه المفاوضات لن تكون على حساب بغداد كما كانت سابقا، يعني الاتحاد لن يضحي بعلاقته الاستراتيجية الآن، والتي أنا باعتقادي أصبحت قوية، على حساب الإطار، وبالتالي يأتي يفرض شروط الديمقراطي مع الاتحاد على بغداد. بالعكس، ربما سيتفق الاتحاد مع الديمقراطي على أن يكون هناك توازن في هذه العلاقة مع بغداد. إذن ترجح توافقهم؟ طبعاً، ولا خيار أمام الديمقراطي إلا أن يتفق مع الاتحاد. الاتحاد يمسك بكركوك بعدد أعضائه وشعبيته وبيئته الاجتماعية، وهي مهمة جدا للأربيل الغائبة عن كركوك، وأيضا الاتحاد منافس قوي يستطيع أن يتوغل في عمق تشكيل الحكومة ورئاسة حكومة إقليم كردستان والبرلمان في إقليم كردستان. والمعارضة أيضا الكردية باتت هي أقرب إلى الاتحاد عكس ما كانت سابقا بعيدة عن الاتحاد في مواجهة الديمقراطي. لذلك لا يملك أوراق على دور تحالف السيادة القوى السنية، مضمون دورها انه ستدعم مرشح الاتحاد كما سيضمن الاطار، موقف الاطار مضمون سيدعم الاتحاد؟ لا، هم البراغماتيه لدى القوى السنيه، السنه حققوا شيء. براغماتيه لو توصف يعني بادق واوضح، انه الموقف حتى الان غير واضح. لا، هو السنه حققوا شيء، هو منصب رئاسه البرلمان، اخذوا الحصه الاكبر في رئاسه البرلمان، ينتظرون الوزارات، من يقدم لهم هو الاقرب. من يقدم لهم الوزارات التي يريدونها هو الأقرب. طيب هو ليس الديمقراطي هو من صوت للحلبوسي؟ صوت للحلبوسي، وأيضا هناك من الإطار من صوت للحلبوسي، وهناك من الاتحاد من صوت للحلبوسي، ولم يخرج الاتحاد من القاعة، ولم يخرج الإطار جزء كبير من الإطار من القاعة. الخلاف كان على انتخاب رئيس الجمهورية وعدم التوافق، وكان هناك ثلث معطل وفق المادة 70 من الدستور. لذلك أنا باعتقادي أن الديمقراطي لم يعد يملك الأوراق التي يؤثر على السنة، وبالتالي يصبح السنة أو الكتلة السنية
الأمنية قادرة على أن تعرقل تسمية رئيس الحكومة. أنت تتحدث عن إطار لم يعد 70 مقعدا و80 مقعد و90 مقعد، أرقام باتت حتى المعارضة التي نسميها أو التشرينيين وهؤلاء أيضا لن يقفوا متفرجين، ولا بد أن يشتركوا، لأن لا توجد نواة معارضة تؤدي إلى وقف الحكومة عن مخاطرها بقدر ما ستتشكل حكومة تدعم من قبل القوى السياسية وتكون أيضا في نفس الوقت معارضة القوى السياسية لها. طيب دكتور محمد، فعلا هذه المعطيات تؤكد كما تؤكد قوى الإطار أن اليومين المقبلين أكو احتمالية كبيرة أن ينتجان الإعلان النهائي عن مرشحي رئاستي الجمهورية والوزراء؟ كترشيح ممكن، لأنه الإطار الآن وصل إلى عدد مقاعد يسمح له من يطلب أن يعقد جلسة. أعتقد يعني وفق إحصاءاتي، ممكن هم يقولون أكثر، لكن وفق إحصاءاتي أنه الإطار الآن يتجاوز 120 كإطار، طبعا مو حلفاء، كإطار تجاوز 120 مقعد إذا انضمت له قوى متحالفة. وأما اشتراطات القوى الأخرى من السنة ومن الأكراد، ديمقراطي تحديدا، ديمقراطي الكردستاني وجهة الحلبوسي، أعتقد هو ساري أو سائر باتجاه عقد يعني جلسة، لكن نجاح هذه الجلسة ونجاح المرشحين للرئاسة الجمهورية ورئاسة الوزراء هذا غير محسوم إطلاقا، قد تبرز الكثير من المتغيرات. اولا امامنا نصاب ضخم جدا، ان تدعو لجلسه نعم، لكن ان يفشل النصاب داخل الجلسه باللحظات الاخيره بسبب غياب ثقه او عدم ضمان لاشتراطات معينه من الكرد والسنه هذا يعني متوقع، او حتى متوقع من انه يحدث مثلا تيار الصدري او زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر نفسه اوراق ضغط جديده فتتراجع القوى. لانه اذا لاحظنا بأن مثلا القوى اللي كانت في إنقاذ وطن ما زالت يعني على نفس الإطار العام متفقة، وهو وقف التدخلات الخارجية، مكافحة الفساد، الذهاب إلى معادلة السلطة الجديدة، هاي ما زال يعني الصدر، الحلبوسي، الخنجر، البرزاني ما زالوا يعني متفقين عليها، وحتى يعني أكدوها بتغريدات بعد صلاة الجمعة للتيار الصدري، وأيضا بقضية التسريب الحالي اللي سوف يعني تترى بعض المواقف الأخرى التي سوف تؤكد أنه الأمور صعبة وليست يعني سائرة باتجاه سهل. طيب بعد لك سيد أحمد، في حال عدم التوصل إلى مرشح تسوية بين الديمقراطي والوطني وتقرر عقد جلسة التصويت في البرلمان، تعتقدون أن النواب الحزب الديمقراطي سيحضرون إلى هذه الجلسة في حال عدم الاتفاق على مرشح واحد؟ بصراحة يعني هذا السيناريو أيضا يعني هناك من يتحدث عن ذلك، يعني ربما هناك كما قال الأستاذ جاسم الآن هناك أريحية لتمرير مرشح الاتحاد الوطني الكردستاني بسبب يعني تحالفنا مع الأخوة في الإطار، أيضا مقبولية الاتحاد الوطني الكردستاني يعني بين مختلف الأطراف السياسية العراقية، بل حتى هناك من هو داخل تحالف السيادة يعني أنا متأكد من هذا الشيء سيصوتون للدكتور برهم صالح، لذلك ربما يعني في تلك الفترة هذا ربما قرار يعود للحزب الديمقراطي الكردستاني يعني يتم سحب المرشح أو ربما لا يحضروا جلسة اختيار رئيس الجمهورية، هذه السيناريوهات كلها واردة، ولكن الأكيد أنه مثلا تحالف السيادة والحزب الديمقراطي الكردستاني أو ما نسميه بقايا كتلة إنقاذ وطن هم لم يعد كالسابق، الآن الأولويات تغيرت، أولويات الأخوة في تحالف السيادة تختلف عن الحزب الديمقراطي الكردستاني. طيب لديهم طيب سيد أحمد أذر المقاطعة، لكن في سؤال أخير، لماذا لم يفكر الاتحاد الوطني الكردستاني بتغيير مرشح سيد برهم صالح بمرشح آخر قد يكون ذا مقبولية من قبل أغلب الأطراف السياسية خصوصا الكردية، وأيضا هناك فيتو من السيد مقتدى الصدر على مرشحكم السيد برهم صالح في تغريدة سابقة؟ استاذ العزيز هذا الشيء يتعلق بإرادة الحزب، الاتحاد الوطني الكردستاني حزب وفاعل مؤثر في العملية السياسية وله الدور على الساحة العراقية بل والإقليمية والدولية. فيما يخص الفيتو الكردي نتحدث بصراحة، لأن مثلا موقف السيد مقتدى الصدر يختلف عن موقف الحزب الديمقراطي الكردستاني. الحزب الديمقراطي الكردستاني حاول كسر إرادة الاتحاد الوطني الكردستاني وهو لن يستطيع ذلك، لأن الاتحاد الوطني الكردستاني لن يقبل كسر الإرادة. السيد مقتدى الصدر ربما الموضوع يختلف، ربما هذا يتعلق يعني مثلا صنع القرار داخل التيار الصدري، ربما الأخوة في القريبين من الهيئة السياسية أو الكتلة الصدرية، ربما هناك معلومات مغالطة تصل إلى السيد مقتدى الصدر فيما يتعلق يعني بموضوع التوقيع على
قانون حظر التطبيع للكيان الصهيوني وغيرها في تلك، كان موقف السيد برهم صالح واضحا، لذلك هنا يختلف. يعني مثلا ونحن دعينا في اكثر من مره، يعني هناك محاوله ربما كانت الفتره السابقه لنقل معلومات مغالطه تخص الاتحاد الوطني الكردستاني والدكتور برهم صالح الى السيد مقتدى الصدر، يعني هذا شيء مؤكد. لذلك موقف السيد مقتدى الصدر والحزب الديمقراطي الكردستاني يختلف، موقف حزب الديمقراطي الكردستاني يتعلق بفرض اراده غير مفهومه وبيتو غير مفهوم. لذلك اما موقف السيد مقتدى الصدر ربما يتعلق باطراف محيطه يعني نقلت يعني معلومات مغالطه، وايضا ربما كان نتيجه لتداعيات التحالف الثلاثي السابق، يعني ربما كونه وجود نوع من التقارب بين الحزب الديمقراطي والتيار الصدري في تلك الفتره كان له دور في هذا الموقف. ولكن الاتحاد الوطني الكردستاني يحترم السيد مقتدى الصدر، وان غادر مجلس النواب السيد مقتدى الصدر والاخوه في التيار الصدري لهم وجود في الشارع، وحتى عندما كانت لغه الخطاب غير مناسبه في التحدث مع السيد صالح كونه رئيس الجمهوريه، انا اقصد هنا التغريده، فاضل الاتحاد الوطني الصمت ولم يرد يعني بموقف متشنج، لاننا ما يهمنا ان نتجاوز هذه المرحله، ونحن حزب سياسي متوازن نرفض الخطاب المتشنج الذي لا يليق بنا عندما نخاطب الفرقاء السياسي. لذلك كان موقفنا يعني متوازنا وعاقلا في هذا المرحله الحساسه، لان التصعيد يعني بخطاب متشنج لا يخدم العراق في المرحله الحاليه، علينا ان نتجاوز، نتعاون جميعا في سبيل تحقيق المصلحه الوطنيه. لذلك حتى في الازمه مع الاخوه في التيار الصدري كان موقفنا غير متشنج، وفضلنا عدم الرد، فقط كان هناك رد من الاخوه في رئاسه الجمهوريه. سؤال اخير لكم سيد جاسم، في حل أزمة رئاسة الجمهورية بمرشح واحد أو أتوا بمرشحين اثنين وتم التصويت وحل هذه الأزمة حول منصب الرئاسة، تنتهي أزمة رئاسة الحكومة أيضا والحكومة؟ طبعا هي الأصعب رئاسة الجمهورية، لأن المادة 70 من الدستور العراقي أولا تنص على أن عدد الحضور للتصويت على انتخاب رئيس الجمهورية ثلثي عدد المقاعد بمعنى 220، في حين أن انتخاب رئيس الوزراء هو 50+1 أو تصويت بالأغلبية المطلقة داخل الحضور لمجلس النواب المكتمل في 50.5+1، وبالتالي لا أعتقد هناك عرقلة، ولكن هناك شروط بكل تأكيد. رئيس الوزراء يجب أن يقسم الوزارات، يجب أن لا يوزع الوزارات، توزيع الوزارات بمعنى إعطائها للاستحقاقات الأكاديمية، في حين تقسيم الوزارات هو اعطاها الاستحقاقات الانتخابيه لهذه الكتل السياسيه. ولا اعتقد ان في عقلنه الاطار في وجود قيادات مهمه جدا انها ستذهب الى ان تغلق الابواب باتجاه كثير من القوى السياسيه، هي راهنت على ان تشكل حكومه يشترك بها الجميع، وهذه هي الفلسفه التي تبنتها. طيب دعنا نختتم مع نتائج الاستبيان، ومع اقتراب موعد عقد جلسة التصويت على منصب رئاسة الجمهورية، هل سيتم حسم الخلاف على المرشح قبيل عقد الجلسة؟ كانت الإجابات عن هذا السؤال والاستبيان 30% نعم، 65% كلا، و5% متحفظ. وشكرا جزيلا لكم المحلل السياسي سيد جاسم الموسوي، كنت ضيفا كريما، شكرا لك. والشكر كذلك للباحث بالشأن السياسي دكتور محمد دعنا، شكرا لانضمامك لنا دكتور محمد. والشكر ايضا لعضو الاتحاد الوطني الكردستاني السيد احمد الهركي، كنت معنا مباشره عبر سكايب من السليمانيه، شكرا لكم. والشكر جزيلا لكم مشاهدينا، الى هنا وصلنا واياكم وضيوفنا الكرام الى ختام حصادنا لهذه الليله، والى اللقاء في حصادنا الاخر.